مرحبا بكم في قناة English in 24. هذه من بين أهم الأسئلة الأكثر استخداما في اللغة الإنجليزية. كيف نقول هل بقيت في الفندق؟ Did you stay in a hotel? Did you stay in a hotel? Did you stay in a hotel? كيف نقول هل وصلنا؟ Are we there yet? Are we there yet? قد تعني أيضا هل نحن هناك أو هل نحن وصلنا؟ Are we there yet? Are we there yet? هل وصلنا؟ Are we there yet? كيف نقول ولما لا؟ مثلا عندما تقول لي شيء أقولك ولما لا؟ Why not? Why not? Why not? لماذا تبكي أو لماذا تبكين؟ عندما نرى شخصا يبكي نقول Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? لماذا تبكين أو لماذا تبكي؟ Why are you crying? هل تعمل هنا؟ عندما ألتقي معك في مكان مثلا في مدينة أقول لك هل تعمل هنا؟ Do you work here? Do you work here? Do you work here? هل تعمل هنا؟ Do you work here? ما هو عنوانك؟ مثلا التقيت بك ولا أعرف عنوانك أسألك عن العنوان. What's your address? What's your address? What's your address? ما هو عنوانك؟ What's your address? كيف نقول أين يجب أن أضع هذا؟ مثلا أحضرت معي شيء وسألتك أين يمكنني أو أين يجب أن أضع هذا؟ Where should I put this? Where should I put this? Where should I put this? أين يجب أن أضع هذا؟ Where should I put this? كيف نقول هل أعجبك الفيلم؟ مثلا قمنا بمشاهدة فيلم وسألتك هل أعجبك الفيلم؟ Did you like the movie? نلاحظ هنا نستعمل did في السؤال لأن يعني نتحدث عن الماضي. Did you like the movie? Did you like the movie? ماذا تريد أن تأكل؟ هذا السؤال يطرح عندما يأتي عندك شخص للمنزل تسأله ماذا تريد أن تأكل؟ What would you like to eat? What would you like to eat? What would you like to eat? ماذا تريد أن تأكل؟ What would you like to eat? كيف نقول كيف تتهجى ذلك؟ How do you spell that? How do you spell that? مثلا قلت لي كلمة بالإنجليزية ولا أعرف كيف تتهجى يعني بالحروف اعطيها لي بالحروف نقول كيف تتهجى ذلك؟ How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? كيف تتهجى ذلك؟ How do you spell that? كم طولك أو كم طولك؟ How tall are you? How tall are you? How tall are you? كم طولك؟ How tall are you? هل تستطيع القيادة؟ مثلا نحن في سيارة وأنا أقود وأحس بالتعب أقول لك هل تستطيع القيادة؟ Can you drive? Can you drive? Can you drive? هل تستطيع القيادة؟ Can you drive? متى سنغادر؟ مثلا ذهبنا في رحلة ونريد العودة نقول متى سنغادر؟ When are we leaving? When are we leaving? When are we leaving? متى سنغادر؟ When are we leaving? أين الحمام؟ مثلا أنا معك في المنزل أعرف الحمام أريد استعمال الحمام. Where's the bathroom? Where's the bathroom? Where's the bathroom? أين الحمام؟ Where's the bathroom? متى
انتهت الحفلة؟ مثلا البارحة ذهبت إلى الحفلة وسألتك متى انتهت الحفلة؟ When did the party end? When did the party end? When did the party end? متى انتهت الحفلة؟ When did the party end? كيف نقول هل رقصت في الحفلة؟ Did you dance at the party? Did you dance at the party? وقد تعني أيضا هل رقصت في الحفلة؟ Did you dance at the party? كيف نقول أو كيف نسأل ما هي الفصول التي رسبت فيها مثلا في الثانوي أو يعني في الجامعة؟ What classes did you fail? What classes did you fail? What classes did you fail? ما هي الفصول التي رسبت فيها؟ What classes did you fail? كيف نقول هل كنت جيدا في الرياضيات عندما تدرس؟ Were you؟ لا يمكن أن نقول Are you good؟ هنا لأن are تصبح في الماضي were. انتبهوا لا تنطقوها were، فهي تنطق were. Were you good at math؟ Were you good at math؟ Were you good at math؟ هل كنت جيدا في الرياضيات؟ Were you good at math؟ هل سبق لك أن فشلت في الفصل؟ يعني فشلت في فصل ما؟ Did you ever fail a class? Did you ever fail a class? Did you ever fail a class? هل سبق لك أن فشلت في الفصل؟ Did you ever fail a class? كيف نسأل نقول من التقيت هناك؟ مثلا ذهبت إلى جامعة أو ذهبت إلى حفل زواج وسألتك من التقيت هناك؟ Who did you meet there? Who did you meet there? Who did you meet there? من التقيت هناك؟ Who did you meet there? كيف نقول التقيت بزوجتي المستقبلية هناك؟ I met. لاحظوا الفعل هنا met في الماضي، يعني كان يعني في الحاضر أو في infinitive نقول meet، لكن في الماضي نقول I met يعني التقيت يعني في الماضي. I met my future. Future تعني المستقبل. Wife. My future wife يعني زوجتي المستقبلية. There هناك. I met my future wife there. I met my future wife there. التقيت بزوجتي المستقبلية هناك. I met my future wife there. كيف نقول كم عدد الألعاب التي اشتريتها؟ مثلا ذهبت لشراء بعض الألعاب للابن، تقول كم عدد الألعاب التي اشتريتها؟ How many toys؟ Toys تعني الألعاب. How many toys did you buy؟ Did you buy؟ لماذا استعملنا did هنا؟ لأننا نتحدث عن الماضي. How many toys did you buy؟ How many toys did you buy؟ كم عدد الألعاب التي اشتريتها؟ How many toys did you buy؟ كيف نقول ماذا فعلت الليلة الماضية؟ What did you do last night؟ What did you do last night؟ What did you do last night؟ ماذا فعلت الليلة الماضية؟ What did you do last night؟ هل تستطيع الطهي؟ يعني هل تعرف كيفية الطهي؟ Can you cook؟ Can you cook? Can you cook? هل تستطيع الطهي؟ Can you cook? كيف نقول ما هو اختصاصك؟ مثلا تدرس في الجامعة ولا أعرف أي تخصص، أقول ما هو اختصاصك؟ What is your major? What is your major? What is your major? ما هو اختصاصك أو ما هو اختصاصك؟ What is your major? ما هو طعامك المفضل؟ What's your favorite food? What's your favorite food? What's your favorite food? ما هو طعامك المفضل؟ What's your favorite food? كم مرة تشرب الكحول؟ How often؟ انتبهوا لكلمة often، لا ننطق فيها حرف T، لا نقول often
هناك من ينطق often لكن غالبا تنطق often. How often do you drink alcohol? How often do you drink alcohol? How often do you drink alcohol? كم مرة تشرب الكحول؟ How often do you drink alcohol? هل تتمرن؟ يعني تقوم بتمارين؟ يعني بالرياضة؟ Do you exercise? Do you exercise? Do you exercise? هل تتمرن؟ Do you exercise? كيف نقول في أي وقت تستيقظ؟ What time do you get up? What time do you get up? What time do you get up? في أي وقت تستيقظ؟ What time do you get up? كيف نقول ما هو آخر فيلم شاهدته؟ What's the last movie you've التي تعني you have seen؟ What's the last movie you have seen? What's the last movie you have seen? ما هي فصيلة دمك؟ What's your blood? هنا ينتبهوا لكلمة blood، لا ننطقها blood ولا ننطقها blood، فهي تنطق blood. أعيد نطقها blood. جيد blood. What's your blood type? What's your blood type? ما هي فصيلة دمك؟ What's your blood type? ما هي الرياضات التي تستطيع أن تلعبها؟ What sports can you play? What sports can you play? What sports can you play? ما هي الرياضات التي تستطيع أن تلعبها؟ What sports can you play? هل يمكنك أن تقرضني $100؟ could. انتبهوا لكلمة could، لا ننطق فيها حرف L، تنطق could ليس could. Could you lend me? Lend me تعني تقرضني. $100. Could you lend me $100? Could you lend me $100? هل يمكنك أو هل يمكنك أن تقرضي لي $100؟ Could you lend me $100? كيف نقول هل لديك بطاقة الائتمان؟ Do you have a credit card? Do you have a credit card? Do you have a credit card? هل لديك أو هل لديك بطاقة ائتمان أو ائتمانية؟ Do you have a credit card? هل تستطيع لعب كرة التنس؟ Can you play tennis? Can you play tennis? Can you play tennis? هل تستطيع لعب التنس؟ Can you play tennis? هل تخاف من الإبر؟ Are you afraid of needle? Are you afraid of needle? Are you afraid of needle? هل تخاف من الإبر؟ Are you afraid of needle? هل يحق للرجال البكاء؟ Is it okay for men to cry? Is it okay for men to cry? Is it okay for men to cry? هل يحق للرجال البكاء؟ Is it okay for men to cry? هل أنت شخص رومانسي؟ Are you a romantic person? Are you a romantic person? Are you a romantic person? هل أنت شخص رومانسي؟ Are you a romantic person? ما الذي يغضبك حقا؟ What gets you really angry? What gets you really angry? What gets you really angry? ما الذي يغضبك حقا؟ What gets you really angry? هل تفضل الكلاب أم القطط؟ Do you
prefer dogs or cats? Do you prefer dogs or cats? Do you prefer dogs or cats? هل تفضل الكلاب أم القطط؟ Do you prefer dogs or cats? هل أنت نباتي؟ Are you vegan? Are you vegan? Are you vegan? هل أنت نباتي؟ Are you vegan? هل تغني بشكل جيد؟ Do you sing well? Do you sing well? Do you sing well? هل تغني بشكل جيد؟ Do you sing well? هل أنت شخص نظيف أو فوضوي؟ Are you a clean or messy person? Are you a clean or messy person? Are you a clean or messy person? Messy person تعني فوضوي عكس نظيف. هل أنت شخص نظيف أو فوضوي؟ Are you clean or messy person? هل تجمع شيئا؟ Do you collect anything? Do you collect anything? Do you collect anything? هل تجمع شيئا؟ Do you collect anything? لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بكل ما هو جديد. السلام عليكم.